ومن أجمل أنواع العشق هو العشق بالنظرات. تخيلوا، يعني تخيلوا إن في ناس ممكن تحب بعضها وتموت في بعضها وتتمنى بعضها وهما ما تكلموش مع بعض كلمة واحدة. تخيلوا إن في ناس ممكن تعشق بعضها من خلال لغة العيون فقط. وعلى فكرة عشق النظرات ده بيكون ليه رونق وإحساس مختلف خالص. العشق بالكلام أو بأي حاجة تانية ما يصلش ليه. الشوق، اللهفة، الكلام اللي أنا عايز أقوله للشخص ده اللي أنا ببص له، الكلام اللي أنا عايز أسمعه منه، عايز أقتحم شخصيته وأعرف إيه اللي بيدور جواها، عايز أعرف رأيه فيا، إيه الحلو اللي هو شايفه فيا، طب إيه الوحش اللي هو شايفه فيا، طب النظرة دي وراها إيه؟ الفضول، وما أجمل الفضول رغم قساوته في المواضيع اللي زي دي، بس بيكون ليه لذة مختلفة قوي. العشاق بس هم اللي يعرفوا معنى اللذة دي ويجيدوا في فهم قوانينها. يلا بينا، أهلا بيكم. بصراحة ما كانش في دماغي إن أنا أعمل حلقة تانية النهاردة، بس دخلت على الانستجرام والفيسبوك لقيت كده كام رسالة أو كام استفسار ورا بعض لهم علاقة بالموضوع بتاع حلقة النهاردة. يعني بيبص لي، بتبص لي، مفيش بينا كلام، بصراحة حبيته من غير ما نتكلم. يعني في بنت بتسألني، بعتلي على الانستجرام بتقول لي انا واحد بيبص لي وببص له بقالنا 3 سنين ما تكلمناش ولا كلمة وحبيته، هل انا مجنونة؟ يعني بتسأل هل انا كده مجنونة ولا انا مش طبيعية ولا ده طبيعي. وخلوني اشارككم كده، الناس اللي جربت حاجة زي كده واللي عندها خبرة، هي اكيد بتسمعنا في حلقة النهاردة، اكتبوا لها في التعليقات كده وقولوا لها هل ده طبيعي ولا مش طبيعي، ريحوها وقولوا لها الإجابة اللي هي عايزة تسمعها. لأن في ناس كتير ما تعرفش إن ممكن الحب يجي بالنظرات. في ممكن ناس تتفق وفي ممكن ناس تختلف معانا في الحتة دي. عامة أنا حبيت في الفيديو القصير ده أوضح أنواع النظرات بقى اللي أنت أو أنت لو شفتيها من شخص معين، الشخص ده معجب، مشتاق، بيحب نفسه بس مش قادر. وكلمة مش قادر دي لأسباب كتيرة بقى تتعدد وتختلف الأسباب، لأن مش أي نظرة ليكي، أي تبحليقة ليكي أو ليك حتى، معناها إن اللي قدامك بيحبك أو عايزك بجد. النظرات واختلاف النظرات، أولا النظرة المطولة، ويمكن الكتير حتى لو مش دارس النفس البشرية ممكن بالخبرة يكون عارف ان الشخص اللي بيبص لي نظرة طويلة في حاجة مش طبيعية. لان انت معنى ان انت هتبص لي نظرة طويلة مطولة يبقى يعني اكيد في حاجة انت عايز تقول لي حاجة ومش قادر، او عايز توصل لي حاجة، مش كده؟ مش عشوائي اكيد اللي انت بتعمله ده. بس هي الفكرة يا جماعة في كيفية النظرة ونوعية النظرة، هو بيبص فين وبيبص على ايه. النظرة بتقول 1000 كلمة، وصدق اللي قال كده. أول حاجة النظرة ما تقلش عن 5 ثواني فما أكثر، يعني 4 ثواني ونص ما تنفعش، ما تمشيش معانا في حلقة النهاردة. أقل حاجة 5 ثواني على ما العقل يبدأ يفوق ويبدأ ينتبه. حتى لو هو شخص خجول بيحبك أو معجب بيك، هتلاقي لو بصلك النظرة مش هتقل عن 5 ثواني. تاني حاجة تكون النظرة موجهة على وجهك وبالتحديد على عيونك. خلي بالكم، ركزوا، الحاجات دي بتديكم مؤشرات كبيرة قوي على نية الشخص اللي قدامكم، مش على جسمك أو جسمك. لو على جسمك أو جسمك يبقى ده حاجة تانية، يبقى نظرة تانية ملهاش أي علاقة ولا من قريب ولا من بعيد بموضوع حلقتنا. فدي أول حاجة ودي تاني حاجة. في نوعيات كمان من النظرات اللي هي النظرات المتتالية أو المتقطعة، بمعنى يعني يبص لك ثانيتين ويبص شمال أو يمين ويرجع يبص تاني 3 4 مرات على النظام ده، عارف اللي هو إيه؟ محروق، مش عايز يبصه في نفس الوقت، مش قادر، فاهمين؟ وفي نفس الوقت عايز يشبع منك، وفي نفس الوقت مصدق وعايز يقول لك حاجة بعيونه بس مش قادر. ودي معبرة جدا، يمكن أقوى كمان من النظرتين التانيين.
انا عايز بس كده واحنا بندردش مع بعض، انا بعتبر حلقات التوعية دي دردشة مش زي حلقات الابراج، عشان حلقات الابراج بنكون ملتزمين فيها بعدد معين فممكن تبقى طويلة، فبنحاول ان احنا نختصر فيها، انما حلقات التوعية والعلاقات يعني ما بيبقاش في وقت او تايم محدد. فرجاء ندوس لايك، حلقة بتجاوب اسئلة كتير، وانا يا جماعة في القناة دي انا ما بعملش اللي انا شايفه، انا بعمل اللي بحس ان هو يفيدكم، انا ماليش دعوة باللي بره القناة، تمام؟ يعني انا لو اللي بره القناة عايزين مواضيع انا ماليش علاقة بيه، انا ليا علاقة باهلي وناسي والناس اللي عندي في القناة، مع اتجاهاتكم انا ماشي، انا ميال، يعني انا ماليش دعوة بالمواضيع بتاعت بره او اللي على الساحة ايه، انا ليا دعوة بجمهوري وعيلتي عايزين ايه، ايه اللي يفيدهم، ايه اللي هم محتاجين، ان انا طبعا انا بعرف ده، انا عندي عينات من خلال تعليقاتكم، من خلال رسائلكم على الخاصة عندي سواء على الفيس او الانستجرام، بقدر طبعا ان انا احدد، احنا عشرة، احنا سنين مع بعض يعني مش عشرة يومين على رأي اللي قال. فلما انت تدوس لايك يبقى هنجاوب اسئلة للناس اللي زعلانة مني حاليا بتقول لي احنا بعتنا لك بقالنا فترة ومعهم حق وانت ما جاوبتش، انا بجاوبك والله في الحلقات اهو، وبنزل حلقة على الفيس وعلى الانستجرام بنشرها لك في كل المواقع، مش طالب من، انا بعمل كل ده مش طالب منك انت او منك غير حاجة واحدة، دوس على علامة اللايك بس لو شايف ان الحلقة مفيدة توصلها لاصدقائنا وما يظلمونيش، ما يقولوش انت بتطنش، رجاء يعني انا بتكلم معاكم بتلقائية. توفرت الشروط دي في النظرات اللي بتواجهك وتكررت، يعني مش نظرة وراحت لحالها، تكررت في معظم المرات اللي انت بتشوف فيها الشخص ده، بتجد منه نوع من انواع النظرات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، اذا الشخص ده ما تفكرش كتير، معجب، ممكن كمان يكون بيحبك، وده الحب الصامت او الحب الصادق، صدقوني. ليه بقى؟ اللي بيتسلى ما عندوش صبر يحبك في صمت لفترة طويلة، ركزوا يا بنات شوية، يعني لو واحد عايز يتسلى ببنت مش هيقعد يحبها شهور وسنين، لا ده هو يومين هيبص لها، تالت يوم هيحاول ان هو يكلمها سواء بشكل مباشر او غير مباشر، يجيب رقمها، يجيب الاكونت بتاعها، عايز ينجز عشان يشوف غيرها، انما اللي بيحب، ولذلك انا بقول لك حب النظرات ده من اجمل الحب، لانه صادق وبيعيش، وكل حاجة لما بتاخد وقتها بتعيش احسن من الحاجه اللي تيجي بسرعه فما تحسش بألمها، يعني اجمل حاجه في الحب عذابه. اه والله بجد، بس لما يكون حبيب بجد، والعذاب هنا مش المقصود بيه ان حبيبك يعني يهجرك او يقولك مش عايزك، العذاب هنا المقصود بيه ان هو بيوحشك، اما تبقى عايز تكلمه والظروف مش سامحه، اما يغيب عنك، اما تزعلوا من بعض يومين كده، عتاب اللي هو عتاب الاحبه الجميل ده، ده المقصود بعذاب الحب، عشان في ناس بيختلط عليها الامور، وانا عايز اي حد حب بجد يعيش معايا كده، لو حبيبك غاب عنك يومين لما بيرجع لك تبقى عامل ازاي؟ تبقى حاسس ان انت لامس النجوم بايديك، يعني هل اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ احنا وضحنا بعض المفاهيم في حلقة النهاردة، اللي ممكن تكون اصدقائنا الصغيرين في السن وقليلين الخبرة ما عندهمش خبرة، عشان مش أي واحد يبص لك تجري وقلبك يدق، يعني على رأي جنات لما كانت بتقول مش أي حد يدق باب القلب نفتح، في ناس بتخش جوه تجرح أو تلعب حاجة زي كده، بالظبط مقولة في محلها قوي، وإحنا بنحاول إن إحنا نبتعد عن النوع ده من الأذى بحلقة زي الحلقة دي. تاني بذكركم رجاء دوسوا لايك للحلقة دي لو شايفينها هتفيد، ودي أمانة بينكم وبين نفسكم بقى، بعد الحلقة دي على طول أو مش بعدها بقى، يعني أنا عندنا لايف على الانستجرام الساعة 9 كل يوم يا جماعة بتوقيت مصر، وبعده بساعة الساعة 10 برضو كل يوم على الفيسبوك، بنتكلم في موضوع من المواضيع اللي شغلاكم وبناخد أسئلتكم وبندردش مع بعض، يا ريت تنضموا لنا من وصف الفيديو، الرابط دي في وصف الفيديو، وأول تعليق وهتوحشوني.